إذن الآن أصدقائي إلى قسم شرح المرادفات vocabularies. نبدأ بتمرين المرادفات الموجودة، التمرين الثالث طبعا الموجود in page 72 في صفحة 72. نبدأ بكلمة authority. authority وتعني مصدر أو مرجع، ومعناها طبعا نوصلها مع الشرح number 5. a book or person that has reliable knowledge or information. هو عبارة عن كتاب أو شخص ما، شخص ما له معرفة موثوقة، له علم موثوق أو معلومات موثوقة. دائما في حياتنا العامة بنقول شخص ثقة أو كتاب ثقة، إذا هو مرجع، هو مصدر، تمام؟ فالأوثوريتي المصدر أو المرجع هو a book or person، هو كتاب أو شخص ما that has reliable knowledge، عنده معرفة وعنده معلومات reliable، إذا موثوقة. إلى concise تعني موجز أو مختصر، وشرحه short and clear. short and clear أي قصير وواضح. short and clear. comprehensible شرحته لكم من خلال النص. comprehensible هي صفة آتية من الاسم comprehension. comprehension تعني فهم أو استيعاب، وهنا الصفة comprehensible وتعني مفهوم، مفهوم، وشرحها possible to understand مع number two. possible to understand أي قابل للفهم، قابل للفهم أي comprehensible. comprehensible أي possible to understand أي قابل للفهم. differentiate يفرق أو يميز. differentiate مع number one to show the differences between، أن تظهر الفرق بين شيئين. أخيرا في هذا التمرين solution. solution حل، إذا هو عبارة عن الحل أي the answer. answer حل to a mathematical problem، إذا الحل أو الإجابة لمعضلة أو رياضية أو مسألة رياضية. إذا solution the answer to a mathematical problem، إذا إجابة لمسألة رياضية. نبدأ بمرادفات من النص. fractions الكسور كما ذكرت لكم هي عبارة عن parts of numbers. parts of numbers يعني أقسام أو أجزاء الأرقام، هي الفراكشنز الكسور. invention اختراع أي creation أو making something for the first time. إذا making something for the first time يعني صنع شيء للمرة الأولى، لأول مرة، هو اختراع invention. لماذا يسمى اختراع؟ لأنه للمرة الأولى يظهر هذا الشيء إلى العلن، إذا هو شيء جديد. وبالتالي invention أي making something for the first time. arrange ينظم يرتب أي organize. organize بمعنى ينظم أو يرتب. الجبر علم الجبر the study of letters and symbols، إذن هو عبارة عن دراسة الرموز، إذا دراسة الحروف والرموز في علم الجبر. تعرفون خاصة أنتم بالفرع العلمي تستخدمون في علم الجبر الرموز والأحرف. exceptional استثنائي، إذا exceptional وتعني استثنائي. قلنا بأن تعني unusual غير عادي، شيء غير عادي unusual يعني غير معتاد، غريب، أي أنه استثنائي exceptional. analytical تحليلي، إذن analytical تحليلي وتعني careful examination of details. careful examination، إذن دائما أنا وقت اللي بدي حلل موضوع ما أو حلل شيء ما بدي قسمه إلى تفاصيل وأجزاء، إذن وبالتالي هو careful examination of details، هو فحص دقيق للتفاصيل أي analytical تحليلي.
astronomer عالم فلك. قلنا هو عبارة عن خبير في علم الفلك, an expert in astronomy. An expert in astronomy, هو خبير في علم الفلك. طيب ما هو الاسترونومي؟ ما هو علم الفلك؟ The study of the moon, the stars, etc. هو دراسة القمر أو دراسة النجوم أو إلى ما هنالك, حركة النجوم. هذا هو الاسترونومي, علم الفلك. أخيرا support, يدعم, يؤيد, encourage, يشجع. إذن support نعطيها مرادف encourage, يشجع. complex, معقد, complicated, مركب أو معقد, أيضا من مرادف complex, complicated, مركب أو معقد. numerals, أرقام, numbers, أرقام, figures, أيضا أرقام. signs, علامات أو أرقام. symbols, أيضا إشارات أو أرقام. كل هذه مرادف لنيوميرالز. إذن numbers, figures, signs, symbols, كلها من مرادفات numbers. إذن وبشرح المفردات أصدقائي نكون قد وصلنا إلى ختام لدرسنا لهذا اليوم, هو الدرس النهائي طبعاً.